تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، الحرب العالمية للسيارات، تويوتا وجنرال موتورز وفولكس فاجن، من يحكم العالم؟ انتقال الإنسان من عصر الدواب إلى عصر المحركات هو يمثل الحضارة الحديثة. بعد البغال والحمير والجمال والخيول، لما ظهرت المحركات وبالتالي العربيات وبالتالي ما بعد السيارات، ده الفرق من ما قبل العصر الحديث والعصر الحديث، هو عصر المحركات والانتقال من الدواب إلى السيارات. في ثلاثة عمالقة في ثلاث دول كبيرة بينهم نزاع على المركز الأول، وهي قصة مثيرة جدا للشركات الثلاثة اللي بيتنافسوا على من يحكم العالم على الأسفلت. مين هم اللي لهم القرار على طرق الأسفلت في العالم؟ جنرال موتورز في أمريكا، ولا تويوتا في اليابان، ولا فولكس فاجن في ألمانيا؟ والصراع بين الثلاثة هو تقريبا صراع بين الثلاث دول، بين الصناعة في كل بلد. نيجي المحور الأولاني في صراع العمالقة، شركة تويوتا. تويوتا هي دلوقتي أكبر شركة سيارات في العالم. سنة 2012 احتفلت بإنتاج السيارة رقم كام؟ 200 مليون. يعني تويوتا أنتجت أكتر من 200 مليون عربية تويوتا حول العالم. ربع مليون إنسان بيشتغل في أماكن كتيرة جدا. الأكثر مبيعا في العالم، الأكثر إنتاجا في التاريخ لعدد من السيارات. إذن تويوتا تربعت على عرش صناعة السيارات في إطار الصراع مع أمريكا وألمانيا، اللي هي فولكس فاجن في ألمانيا وجي إم أو جنرال موتورز في أمريكا. نيجي بقى رقم 2، جنرال موتورز شركة عملاقة. 1908 اتأسست، لكن بعد 100 سنة أشهرت إفلاسها. فتخيل الشركة العملاقة دي اللي هي أكبر شركة إنتاج سيارات في العالم على الإطلاق، ومحدش يجرؤ ان هو ينافسها، والدولة الامريكية بترعاها رعاية تامة. وقبل كده قال وزير الخارجية ما في مصلحة جنرال موتورز هو في مصلحة امريكا، واللي ضد جنرال موتورز هو ضد امريكا. فتخيل لما تبقى امريكا والشركة مصلحة واحدة او ضرر واحد. 1908 بدأت عملاق الصناعة، لكن بعد 100 سنة 2008 بدأت تكون على مشارف الإفلاس. 2009 أشهرت إفلاسها في عهد الرئيس باراك أوباما. إيه اللي حصل؟ اللي حصل فيه أسباب موضوعية، إن هذه الشركة اللي بتصنع شيفورلي وكاديلاك وعربيات كتيرة بتعتمد على عربيات حجمها كبير. في دول كتيرة شوارعها ما تحتملش هذا الحجم الكبير للسيارات. نمرة 2، بتستهلك بنزين كتير، والبنزين غلي مع ارتفاع أسعار النفط، فالناس بقت عايزة عربيات تستهلك بنزين أقل. في نفس الوقت الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، ما بقتش البنوك تدي قروض عشان حد يشتري عربية، فتراجع الناس اللي بيشتروا منتجات جي إم أو جنرال موتورز. كل ده في الوقت اللي كانت فيه تويوتا بتستعد إن هي تدخل أمريكا وتسيطر على السوق الأمريكي بعربيات أصغر وبنزين أقل وتكلفة أقل. هي دي المعركة اللي بين تويوتا جنرال موتورز، أو النموذج الياباني في الصناعة والنموذج الأمريكي في الصناعة. هم بيصنعوا عربيات كبيرة ضخمة تستهلك وقود كتير مكلفة كتير، هم عملوا عربيات أصغر ما هيش ضخمة، تركنها أسهل من العربيات الأمريكية، وقودها استخدامه أقل بتكلفتها أقل. معركة بين الاثنين الكبار. ده أدى بقى إلى أن جي إم تيجي بعد 2008 تبدأ بقى موضوع الإفلاس، وعلشان ما تخضعش للتصفية تم دفعها لإشهار إفلاسها علشان تعيد بناء نفسها من جديد. لكن الحكومة الأمريكية عشان تدعمها في عثرتها فاستحوذت على 60% من أسهم شركة جي إم، فأصبحت تقريبا شركة مؤممة أو شركة حكومية أمريكية. العملاق الثالث اللي هي شركة فولكس فاجن الألمانية. فولكس فاجن شركة كبيرة جدا، هي أكبر شركة في أوروبا، طبعا أكبر شركة في ألمانيا. ربع العربيات
اللي بتجري في شوارع أوروبا، أوروبا كلها، أي بلد في أوروبا، أي دولة في أوروبا، ربع العربيات اللي ماشية من كل 4 عربيات في واحدة فولكس فاجن، وثلاثة بقية العالم. وفولكس فاجن قالت أول 2016 إنها تبقى رقم واحد وتعدي تويوتا، ونجحت إن هي تعدي تويوتا لأول مرة. ولكن بعد شوية لقينا ما سمي بفضيحة شركة فولكس فاجن، إن هما في أمريكا، البعض بيقول مؤامرة، يقول لا مش مؤامرة. المهم اللي حصل إن وكالة البيئة الأمريكية، وهي وكالة مهمة جدا عالميا، مع جامعة غرب فيرجينيا ومع آخرين، قعدوا يعملوا أبحاث الانبعاثات اللي طالعة من العربية فولكس فاجن، سواء بقى هي فولكس فاجن مباشرة أو هي باسات أو هي سكودا أو هي أودي، كل دي علامات تجارية تمتلكها، أو هي بورش أو لامبورجي، كل ده فولكس فاجن. فبدأوا يعملوا تجارب على الانبعاثات اللي موجودة، وطلع إن هي أضعاف المسموح به، ففرضوا عليهم غرامة 16 مليار دولار. وأول ما اتقال هذا الكلام الأسهم هبطت في البورصة ب 16 مليار زيهم تقريبا، وبالتالي بقت مشكلة كبيرة جدا في شركة فولكس فاجن. جابوا بقى رئيس سكودا السابق، خلوه رئيس أمريكا الشمالية فولكس فاجن، وجابوا حد من أودي وحد من بورش وحد من لامبورجي وحد من هنا ومن هنا، علشان يحاولوا إن الشركة تطلع من جديد. البعض بيقول ده صراع دول وأجهزة ومؤسسات وراهم، لأن من يملك الأسفلت؟ من يملك الشارع؟ هل هتبقى أكبر شركة في العالم أمريكية ولا ألمانية ولا يابانية؟ جنرال موتورز ولا فولكس فاجن ولا تويوتا؟ صراع الشركات في العالم هو صراع حقيقي على الثروة وعلى المكانة، لأن كل شركة من دي بتنتج وتصدر بأكثر من 20-30 دولة في العالم الثالث. وبالتالي الصراع على الأسفلت هو صراع على عشرات المليارات من الدولارات. من يملك الأسفلت هيملك جزء كبير جدا من اقتصاد العالم. هذه بعض ملامح الحرب العالمية للسيارات. الحرب في البحر الأسود، روسيا والناتو في مياه الأشباح. البحر الأسود حضراتكم هو بحر كبير نسبيا، ومتصل ببحر متوسط عبر مضيق البوسفور، ثم بحر إيجا، ثم البحر المتوسط، وشمالا متصل ببحر أزوف، وبعد كده مضيق كرتش، لغاية ما تخش البحر الأسود. هو بحر صعب التكوين، دول كتيرة جدا مطلة عليه. البعض بيقول إن اسمه البحر الأسود لأسباب كتيرة، منها إن هو فعلا كان بحر أسود على كتير من السفن والمراكب، وفي قصص كتيرة عن أشباح وما إلى ذلك في قاع البحر الأسود. قطر البحر الأسود بقى محطة استراتيجية صعبة جدا للصراع بين القوتين العظميين أمريكا وروسيا. أمريكا ودت مدمرة أمريكية كبيرة جدا، فالروس قالوا إن إحنا مش هنسمح بوجود أمريكي كبير في البحر الأسود، والنيتو لما قال هنتواجد بقوة هناك عشان الأمن العالمي، الروس قالوا ده هيؤدي إلى توتر الأمن العالمي، لكن الأمريكان برضو بعتوا هذه المدمرة. لكن الروس بعتوا الطيارتين مضادة للغواصات، وقربوا جدا جدا من المدمرة الأمريكية. كان ممكن يحصل احتكاك، وكنا ممكن لقي نفسنا إزاء معركة بين الطيران الروسي وبين سلاح البحرية الأمريكي. البعض بيقول طب لو حصل مين ينتصر على مين؟ في شخص واحد اتكلم اللي هو قائد خفر السواحل في الأسطول الروسي في البحر الأسود، وقال لو ده حصل هنكوم السفن الأمريكية في دقائق، وإن أقصى مدة قدام أي سفينة حربية أمريكية من 3 إلى 5 دقائق، وتبقى حطام في قاع البحر الأسود تصارع الأشباح. وبالتالي بدأ يبقى الكلام خشن من هنا وخشن من هنا على ما يمكن أن يجري في البحر الأسود. هو بحر صعب زي ما قلت لحضراتكم، يعني على الخريطة بشكل هندسي وليس بشكل جغرافي، بتلاقي كده من الشمال للجنوب تلاقي هنا بحر أزوف، بعدين تمشي بقى من بحر أزوف كده فتلاقي مضيق كرتش، من بحر أزوف مضيق كرتش تخش على البحر الأسود بقى المية المتصلة دي، وبعدين هنا عند تركيا مضيق البوسفور يوديك على بحر إيجا، وبعدين مضيق تاني يوديك على البحر المتوسط.
فهو ماشي بهذه الطريقة، البحر الأسود من المضيق إلى البحر إلى كده ما وصل للبحر المتوسط. على جوانب هذا البحر اللي هو بيبدو أكتر بهذا الشكل، البطاطساية كبيرة الشكل بهذا الشكل تقريبا، هتلاقي هنا بحر أزوف اللي احنا قلنا عليه، ودين ده البحر الأسود، وهنا هنلاقي المضايق اللي احنا قلنا عليها اللي بتوصلك في نهاية البحر المتوسط عبر بحر إيجا. كل بقى الدول المطلة والمواني المطلة على البحر الأسود كلها خطيرة وكلها مساحة صعبة. فالأمريكان جم بالمدمرة كده دخلوا هنا، فالروس وصلوا بالطيران علشان يتحرشوا أو يضايقوا المدمرة الأمريكية اللي موجودة في هذا المكان. القائد العسكري الروسي اللي اتكلم قال البحر الأسود في أسطول روسي قوي جدا، ولو في معركة في خلال دقائق هيتم تكويم وإنهاء السفن العسكرية الأمريكية لتصارع الأشباح في قاع البحر. لكن الأمريكان بالمقابل بيقولوا إن ما يقدرش الروس يعملوا هذا الكلام، وإن أمريكا تستمر متواجدة في البحر الأسود لأن ده مهم جدا لحفظ الأمن العالمي. إذن البحر الأسود منطقة مرشحة لخلل استراتيجي عالمي. قبل هيروشيما بعام هتلر يجري تجربة نووية ناجحة. في كلام أن هتلر كان على وشك أن يعمل تفجير نووي، يعني يمتلك قنبلة نووية، لكن أول امبارح الأمريكان طلعوا من وثائق الأرشيف القومي الأمريكي في واشنطن وثائق بتقول أنه نجح بالفعل سنة 44 قبل هيروشيما بسنة أن هو يصل إلى القنبلة النووية. القنبلة النووية قصة مثيرة جدا، تبدأ 1934. عالم ألماني كبير جدا اسمه أوتو هان، أوتو هان سنة 1934 توصل إلى فكرة انشطار ذرة اليورانيوم، فلق الذرة، تقسيم الذرة، إن ذرة اليورانيوم ديت هو عنصر غير مستقر ممكن تقسمها، ولو حصل تقسيم وتدمير هذه الذرة هتنتج طاقة هائلة ممكن تكون طاقة دمار أسطورية. أول العالم ده أوتو هان ما وصل لده سنة 34 هتلر عينه على هذا الكلام، وبدأ يشتغل في برنامج نووي سري عشان ينتج أول قنبلة نووية في العالم. المشروع اللي اشتغل فيه اسمه نادي اليورانيوم. حتى لما احتل بعد كده تشيكوسلوفاكيا سنة 39 منع تصدير اليورانيوم، فتأكد الإنجليز وغيرهم أن هتلر على وشك أن هو يصنع قنبلة نووية. إذن مشروع نادي اليورانيوم عشان يوصل لقنبلة نووية. وعالم اسمه إريك شومان، عالم ألماني كبير جدا، هو كبير العلماء في مشروع نادي اليورانيوم. ألبرت أينشتاين العالم الكبير وهو يهودي وحس أن هتلر هيضطهد اليهود، فقبل هتلر ما يوصل بشوية صغيرين طلع على أمريكا وبعت رسالة رئيس فرانكلين روزفلت وقال له هتلر هيوصل لقنبلة نووية، لازم تلحق نفسك لأن احنا هنخش في كارثة لو توصل للقنبلة النووية. وشرح لروزفلت يعني ايه قنبلة نووية، كارثة العالم ما يعرفش يعني ايه قنبلة نووية. فالأمريكان راحوا في مكان بعيد وعملوا مختبر وبدأوا يشتغلوا عشان لو حصل حاجة يبقى مكان ما فيهوش سكان. ده اسمه مشروع منهاتن. يبقى الألمان عندهم ايه؟ نادي اليورانيوم. والأمريكان عندهم ايه؟ مشروع منهاتن. نادي اليورانيوم عشان ينتج قنبلة نووية هتلر، ومشروع منهاتن عشان الأمريكان ينتجوا قنبلة نووية. اللي حصل مين اللي وصل الأول؟ هتلر. وقدر سنة 44 يعمل تفجير نووي ناجح، تجربة نووية ناجحة. ده اللي الأمريكان في وثائقهم من 3 أيام أو يومين أفرجوا عنها أكدوا هذا الكلام. لكن وهو بقى لسه بيشتغل إن يضع بقى القنبلة النووية دي على رأس صاروخ يبقى صاروخ نووي، كان الأمريكان بيشتغلوا بقوة عشان يهزموا هتلر قبل ما يوصل للقنبلة النووية ويوصلوا هم قبل هتلر للقنبلة النووية. وفعلا قدروا الأمريكان يوصلوا للقنبلة النووية ويهزموا هتلر ويضربوا قنبلتين نوويتين على ناجازاكي وهيروشيما. المؤرخين بيشتغلوا ماذا لو أن هتلر كان ضرب الأول بالقنبلة النووية، ماذا لو أن هو ما طردش العلماء الذين لا ينتمون إلى فكره السياسي وكان نجح قبل الأمريكان، ماذا لأنه كان ضرب لندن بالقنبلة النووية وغير مسار الحرب العالمية الثانية بدل القنابل التقليدية اللي نزلت كتير جدا على لندن.
كلام كتير جدا، ماذا لو ماذا لو. إنما الجديد اللي عندنا الذي أصبح مؤكدا إن سنة 44 قبل هيروشيما بسنة هتلر نجح في إنتاج قنبلة نووية ونجح في تفجير نووي تام. أبرز أربع مشاهد يبينوا حالة الرعب اللي حصل قبل كده: نادي اليورانيوم في ألمانيا، مشروع مانهاتن في أمريكا، هنا أوبنهايمر في أمريكا، العالم الكبير أوبنهايمر، روبرت أوبنهايمر اللي هو يعتبر أبو البرنامج النووي الأمريكي، وهنا العالم شومان، إريك شومان اللي احنا قلنا عليه. فهنا إريك شومان ونادي اليورانيوم في ألمانيا، وهنا روبرت أوبنهايمر ومشروع مانهاتن في أمريكا. صراع بقى العملاقين، الأهلي والزمالك نوويا، مين قدر؟ قدروا الألمان يوصلوا الأول، لكن الأمريكان قدروا أنهم يهزموا الألمان ويفجروا أول وثاني قنبلة نووية في التاريخ. أربع مشاهد تلخص ذلك. المشهد الأول: لحظات سقوط القنبلة النووية على ناجازاكي في اليابان. المشهد الثاني: روبرت أوبنهايمر يتحدث. لما سئل أوبنهايمر نفسه في حوار تلفزيوني إيه شعورك، هو قال أنا تقيأت، ده اللي أنتج القنبلة النووية، وقال إن هو كده شارك في صناعة الموت. وتأثر لما شوف هذا المقطع النادر أوبنهايمر شخصيا بيتكلم، بيلاقي إنه الدموع أو شكت أن تغالبه. لكن خلاص بقى، قل للزمان يرجع يا زمان، كان فيه ربع مليون جثة في لحظات في اليابان رغم دموع أوبنهايمر. ثلاثة: القنبلة الهيدروجينية. دي بقى ما بعد القنبلة النووية، أضعاف 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 القنبلة النووية. فالإنسان بيسابق في الشر بدل ما يسابق في الخير، بيسابق في الشر. فكل علماء بيضيفوا شرا إلى علماء سابقين، مش كل العلماء طبعا، إنما البعض بيطور في إمكانيات تدمير هذا الكوكب. اللي هيدمره في 10 أيام يجي عالم يقولك لا في 8 أيام أخلص عليه، يجي عالم يقولك لا يومين ثلاثة، اديني ساعة أخلص على هذا الكوكب. سباق من أجل الشر، وسباق من أجل تدمير هذه البشرية. القنبلة الهيدروجينية من أبشع ما أنتج العلم في العالم. المشاهد ديت لقنبلة هيدروجينية تفجير تحت المية. تخيل بقى ده لو على اليابس، لو حد أصلا لقى نيران ولا قنبلة ولا حاجة فيرمي نفسه في المية. تخيل ده أداء القنبلة في المية، عشان تتصور أداء القنبلة في اليابس. المشهد الرابع: اليابان تتذكر وتشرح للأطفال ما حدث. تخيل بقى اليابانيين عايزين يشرحوا للأطفال اللي حصل، اللي عايز يشرح أصلا قصة أمنا الغولة وشوية قصص أسطورية ما حصلتش وملهاش أي لازمة أساسا، بياخد مجهود عشان يوصل حالة الرعب للأطفال. تخيل بقى دي حقائق مش أمنا الغولة، دي حقائق إن مات كل هذا الرقم في دقائق. عايز بقى تشرح للأطفال إيه اللي حصل. فدي مشاهد من رسوم للأطفال بتشرح فيها اليابان ما حدث في عام 1945. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.